وقت اللي ما تملك حاجة وانت ماسي حب البلاد تهيالك الثورة نجحت بصب شلب من فساد اللي قلبوا الخضر بالمنظر كلا المظلوم كيف ما هو ما زال العقل متخضر واخر اليوم زادوهم قوة مالاش هو طحن في ماسك الكلاش ويقول بوليس مداري رسكي قف في الشارع عازق طرحك العريس وقت اللي الثوار التميو في الحيشان كملت عزلتهم تلقط حالة الجنقة الفرحانين وسطت حاجتهم اما الصح من اللي حاسبهم والغلط طول عمره وارد اما انا ماني حاسدهم كرههم اكثر من واجد اكثر من كرهين معمر اكثر من كرهين الشرطة اكره ما نكره لبقادم لي فاشك كان جات السلطة ماني عارف كان هي الفطرة ميزة من ربي مخصوص بس اللي عارف انا من الهبرة تاخذ تتعلم دروس اصلا قال لك كان جاتك فكرة معناها يجنك الوف يا بالك كيف تكتب الكلمة من دون ما تكتب حروف وما لا شوف بخط باسمي مشواري كل التاريخ اسطورة فكرة للشعب الليبي ياخذها بصوت وصورة ياخذها مني بمقدورة يا حكومة راسي براسك لين تبان عندنا الصورة انا نقولها انا نلعب راسك يا عد واقف ثابت بس ماني عاصف عيني ومش ساكن علي صاير قدامي في بلادي لازم نحكي ولابد اني نطلع صوتي حتى لو كان هاف الدوبا دوب الشارع بس الحق الشارع هو اللي محسوب كتاب الماضي في قوسين في عهد معمر انت جاتا قاف كتابه كاتب هطا حالي في كل مكان تطحلى بتسلحى بتدلعى بتلعب بفكارك والعب كانك انت اللعب معايا معناها انزلني في الملعب لك لك فانا انا مجرد شاب بس نملك حق اني نكون معارض للدولة لذلك ما يسقب لي حد في راينا حر في مصيري دير لي كيف ما تبي دير لي دير لي عند اخر نفس نقول هلك تبا لك معانا الحق ومعانا الباطل واللي يستهبلنا نقول هلك راك تدهك المرة اخرى كان جبت اسمي بالعادل لا عالبال ولا عالخاطر الدولة يحكمها كلاش خلك باطل خويا المواطن انقتلت من الصداش الثورة وضحك مش تطلع الصورة خويا احلى من قبل مش يعرف العالم كله شنهو بيك وشنهو الاول غير احكيلي شنبك من علا وين الكسر بالجبر مرسومة الحسبة في الاملة مدفوعة من اهلي قبر مدفوعة بدم الشهيد اللي ضحى لاجل بلاده تعيد اللي ضحى لاجل بلاده تخدمنا التعليم تخدمنا الصحة اللي ضحى لاجل بلاده تقعد محكومة من نفس القوم اللي حكموا بلادنا من قبل شن فرقة غرزات الصوم وفخل الاملة دير اللون بتاع تصريفات الدولار اضرب ذهب شفط بترول وجيش في جنبك تجار الثوار خلاص مدتهم الصلاحية انتهت معش في فايدة من كم يبو اللي سكر فمه وسكت معش بحسب بالحقيقة برموه بضخر الاموال ولا في بالش بسيف الدولة من لعب اقوال من تغيير خويا فجواء دكتاتورية بسلطان الخداع والتزييف بالاضاحي والقربان لذلك اختالوا اللواء لذلك اختالوا الحقيقة لذلك رد السيناريو بتاع مالكوم اكس في امريكا لذلك نواقف نحب نقول لكم شن هي العلة ان الفساد وصل في الدولة والسبب المجلس كله والسبب مش بس في غوغا والسبب مش بس في تربل السبب فعقول الشعب اللي عدله متهيئ مش يستقبل مش متهيئ مش يرسل عشان هيك يستقبل كل ما يطالب واحد بحقه يخاف الشعب يوخر يخاف ويبدا يستنكر تقول حرف في القران يقولوا له ذنب واستغفر اعتذر عيب السلطان سامحونا عي الشيطان ما تحطش عدلك بعدله عشان هيك يبقى غلطان عشان سب طالب بحقه يبقى دك المجلس ساح ولا انا غالط في افكاري متشوش مش فاهم حاجه بس صدقني اسمع يا غالي كل واحد منا لا فكره ولا حريه في التعبير يبقى المواطن حر الصايع حتى لو كان بالتحقير لان حريه التعبير تضمني ولو جزء بسيط اني ماشي في درب التغيير اني ماشي في نفس الطريق بس تقول لي انك الواحد معارض يملك راي يفرق عن رايك يبقى خاين تبقى على الحريه الباي ويبقى الواي عليش لماذا حنشوفه للثوره اعاده فقره بوقت ممكن ليش لان الشعب اللي بينادى من اول الثوره القادم معاش في خوف معاش في حدود معاش في دار واقف قدامي معاش في حاجه اسمها سكوت معاش في حاجه اسمها سيك قطعتونا بجو التمشيط قطعتونا تبقونا كونوا كيف ما في الاول عبيد معاش بنزيد معاش بنعيد والمعاوده بس للدقيق لان اللي ما يفهم مره كيف تفهم من ثانيه اكيد اها يا كيب يا 2012 حرية التعبير في ليبيا في خطر لازم تفهم ان مش كل واحد يعرض الدولة معناها ضد الدولة ليبيا تايمس سواك الزراك اليا يا I'm not giving you my keys.